المحلي ديال تبريك العيادة، عضو المكتب الجهوي، وعضو في المجلس، عضو مجلس وطني، وعضو في مجلس، عضو المكتب الوطني. سبب هاد الوقفة هذه هو منحة عيد الأضحى، ان هنا في سلام منحة عيد الأضحى ما مساوياش ثلاثة الشركات وما مساويش فيهم منحة عيد الأضحى، كل شركة وشنو تتعطي، وحنا هما الحلقة الأضعف. الإنسان عنده كريديات، عندهم كل واحد مسكين الظروف ديالو، والعيد على الأبواب، الدخول المدرسي على الأبواب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا المشكل راه قائم، هما يتفاهموا بيناتهم شغلهم هذاك. الشركة تقول لك أنا تعطيني الجماعة نعطيك، داكشي اللي عطاته لي الجماعة نعطيك، ماشي ما عنديش مشكل، وداكشي هما يتفاهموا بيناتهم. المهم حنا يخرجوا لنا بحل، ما عندناش مشكل، ان المهم يخرجوا لنا بحل، يساووا الامور بصله كامله، لان هذا المشكل راه ماشي عاد حديث العهد، هذا راه مشكل تقريبا من 2015 حنا تندافعوا على هذه المنحه، على التسويه ككل، ماشي غير في المنحه، تسويه في لي سالير، وتسويه في المنحه. راه ما يمكنش انت جامعه ما تفرقك فارقك مع عيش الشانطي، وهما تيشدوا منحه، تدوزوا العيد مفطحين مع راسهم، وانت تتشد تعطيك جوج دريال بحال تيضحكوا عليك، وراك عارفين الازبال ديال العيد الاضحى، وعارفين هذا الشيء. راه الانسان تتولي خدام 24 ساعه على 24 ساعه، باش انا نخدم انا 24 ساعه على 24 ساعه باش تنستافد. تنطلبوا منهم يساووا لنا هذه الوضعيه هذه، يساووا يقادوا لي سالير، ويقادوا المنح، باش ما يبقاش تفريقه ما بين هاد الخدام وبين هاد الخدام، ما بين هاد الجامعه ولا ما بين هاد الجامعه. الطلب ديالنا في هاد الوقفه هذه اخويا هي المنحه ديال عيد الاضحى، اللي طلبنا بالزياده ديالها ما لباوش لينا، والاجره اللي كانوا هما قالوا لنا غنعطيكم غير النص ديال الاجره في هذا الشهر ديال عيد الاضحى، وهذا هو المشكل ديالنا خير. الوقفه ديالنا والتسويه مع جميع القطاعات هنا في سلا، كاينين شركات هنا في سلا اللي تياخذوا المنحه اخويا ديال تقريبا ديال 2000 درهم وعاد الصالير ديالو. حنا خويا القطاع ديال العياده تبريك اللي حنا مهمشين فيه، واكثر تماره واكثر يعني اكثر كثافه سكانيه ديال سلا، وحنا خويا تنعانيو معاهم. خويا جايين خويا عند المجلس ديال اللي هو العمده السي معتصم اللي هو وعدنا في 2015 من انتخب هو كرئيس ديال العموديه ديال سلا، كان وعدنا هنا يعني في هذا المجلس هذا جمعنا على اساس باش يقول لنا خويا راه حنا غنسولوا لكم الاجره ديالكم، وغادي نقاد لكم المسائل ديالكم، ولحد الساعه باقي ما قادوش لنا خير المسائل ديالنا. حنا باقيين تنعانيو من 2015 ليومنا هذا، وهذا راه 15 عيد هذا ولا 16 عيد هذا، 7 ديال الاعياد هذو، وهو السيد راه باقي تعنت راه شحال من وقفه، وهذه ثاني مره تنوقفوا هنايا، وشحال من مره خويا والو، هاد الناس هادو لا حل معاهم. لا اكثر عندنا المشكل مع اكثريه مع رئيس الجماعه، يعني هو اللي تيسيني على الصفقات، يعني هو رئيس الجماعه العمده هو اللي تيسيني على الصفقه ديال التدبير المفوض، يعني هو ما حطش لينا المنح ديالنا كما ينبغي كما جميع الشركات. انا وحده وفيها ثلاثه الشركات ولا جوج، ما كنشدوش بحال، يعني شي كيشد 1500، شي كيشد 1000 درهم، شي كيشد 500 درهم، يعني ما كاينش واحد التسويات في يعني لا في الاجار ولا في المنحه ديال العيد. حنا دوزنا الكوفيد، دوزنا بزاف ديال التماره، ودوزنا بزاف ديال سميتو، ومع العلم حنا ما استفدنا حتى من شي حاجه. الناس استفدوا من المنحه ديال الكوفيد، استفدوا من بزاف د الحوايج، حنا ما استفدنا حتى من شي حاجه. حنا ما استفدناش، اي حنا ما استفدناش من المنحه. دابا كنطالبوا بالمنحه ديال العيد، يعني حنا كنضربوا واحد التماره، يعني راك عارف التماره ديال العيد الكبير وداك الشيء، كنضربوا تماره بزايد، يعني راه كنبقاو خدامين ما كننعسوش حتى تنساليو يعني داك الهم ديال العيد الكبير. وحنا ما كنطالبوش بشي حاجه بزاف، كنطالبوا بالخلاص ديالنا، يعني بحالنا بحال الشركات جميعا. حنا ما كنطالبوا حتى بشي حاجه زعما مستحيله. وهذا السيد هذا جا بغى يعطينا النصف الخلصه، وبغى بزاف ديال الحوايج اللي بغى يعني بدا يتماطل علينا فيهم، وحنا هذا الشيء اللي كنطالبوا. كنطالبوا عيب المنحه ديال العيد ديالنا، لان كنضربوا تماره، وكنطالبوا بالخلصه ديالنا.